ما الذي حدث في الهجوم العبري ضد إيران؟ الرئيس التركي يجيب ويكشف المستور. وللمرة الأولى في الحرب الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صياد العقوبات ضد تل أبيب. نتنياهو يستنجد ببريطانيا وألمانيا، وواشنطن تعقد صفقة عسكرية مليارية مع تل أبيب، بينما أمريكا تتوسل لتل أبيب، ولكن الحكومة العبرية تضعها في موقف محرج. فرنسا تعلن عن دعم عسكري كامل للأوروبا. ما الذي يجري؟ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب قرر القضاء عليك فلتحذر أيها المهرج. وموسكو تتوعد الغرب بشأن مصادرة أصولها. واشنطن تكشف عن سر صمود روسيا في حرب أوكرانيا. تبادل الضربات بين اندلاع الحرب وانطفائها، انتظار الرد الإيراني. وكانت صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن مسؤولين بوزارة الدفاع بأن طائرات بعيدة المدى أطلقت صواريخ أصابت أصولا للقوات الجوية الإيرانية في أصفهان، مشيرين إلى أن القاعدة المستهدفة كانت قد خرجت منها المسيرات التي هاجمت تل أبيب في نهاية الأسبوع الماضي. فيما نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وجود أي هجوم صاروخي خارجي على البلاد. وأعلن قائد للجيش الإيراني في أصفهان أن الأصوات المسموعة كانت بسبب إطلاق المضادات الجوية باتجاه أهداف مشبوهة في السماء، نافيا وجود أي حادث أو أضرار على الإطلاق. من جهته قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برنان إن مدينة أصفهان وسط إيران بيئة غنية بالأهداف، مشيرا إلى أنها تضم قاعدة جوية ومنشأة لإنتاج الصواريخ ومناطق أخرى قد تكون ذات أهمية، وذلك في تصريحات لقناة MSNBC. وكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قال إن الولايات المتحدة أبلغت وزراء خارجية المجموعة السبع أنها تلقت معلومات في اللحظة الأخيرة من تل أبيب بشأن الهجوم على إيران. وأفادت تقارير أمريكية أن تل أبيب استهدفت النظام الدفاعي لمنشأة نطنز نووية في إيران خلال ضرباتها على مدينة أصفهان الإيرانية. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي كبير قوله: كان الإسرائيليون يستهدفون موقع رادار للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، وهو جزء من حماية منشأة نطنز النووية. وفقا لصحيفة جيروسالم بوست العبرية، لنتصفح المصدر. ليعود وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ويؤكد أن الطائرات المسيرة الصغيرة التي تم إسقاطها في مدينة أصفهان الإيرانية لم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أنه لم تكن هناك غارات عبرية في سوريا والعراق، فيما أفادت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن توسلت لتل أبيب حتى لا ترد على إيران، ومن المحرج عدم استماعها إليها. وأضافت أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تل أبيب لم تعلق على الهجوم وإيران قللت من أهميته ويأملون أن تنتهي الأزمة بذلك. وكان موقع واينت العبري أفاد بأن هناك صمتا في تل أبيب بشأن الضربة العبرية على إيران، لكنه أكد في الوقت نفسه أن نظام الدفاع الجوي التابع للجيش العبري في حالة تأهب قصوى. وإن ذكر أيضا أن كبار وزراء الحكومة غاضبون جدا من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بعد وصف الهجوم المنسوب إلى تل أبيب على إيران بأنه مهزلة وأن سلوكه صبياني وغير مسؤول، وأضافوا أن الرجل يهلوس. هناك ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصدر في أجهزة الاستخبارات أن تل أبيب وطهران لا تنويان شن ضربات متبادلة جديدة. بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهم لا يستطيعون القول أن إيران تقول الحقيقة من خلال تصريحاتها، وبطبيعة الحال ما تقوله تل أبيب لا يمكن أن يقولوا إنه قول للحقيقة. وهناك بعض التصريحات من الولايات المتحدة تفيد بأنه كان لديهم علم مسبق بهذا الهجوم، وبعض التصريحات الأمريكية تنفي وجود علم بها وفق قوله. من جانب آخر قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تزويد تل أبيب بأسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار،
وستكون هذه أكبر حزمة مساعدات منذ أن بدأ الجيش العبري عمليته في القطاع والأولى منذ التصعيد مع إيران. بالمقابل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات تل أبيب وفق القوانين قانون له التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. بينما كشفت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء العبري نتنياهو يخشى أن تصدر المحكمة الجنائية في لاهاي أوامر باعتقاله ومسؤولين آخرين بسبب الانتهاكات في الحرب على القطاع. وأكدت أن نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما إسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية. في مجلس الأمن الدولي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن البيت الأبيض يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والمملكة العربية السعودية لدفع رئيس الوزراء العبري نتنياهو لقبول التزام جديد بإقامة دولة فلسطينية مقابل اعتراف دبلوماسي من الرياض. بشأن لبنان قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهم يواصلون تقديم الدعم الضروري للقوات المسلحة اللبنانية حسب ما أفادت قناة العربية، مضيفا نعمل على بذل أقصى جهد لتجنب تصاعد العنف بين لبنان وتل أبيب. هنا السفير الروسي الأسبق لدى العراق فلاديمير جاموف يفسر لماذا تخلصت الولايات المتحدة من صدام حسين والقذافي، قائلا إن صدام كان حينها قد بدأ يتخذ خطوات مفاجئة بالنسبة للأمريكيين، واقترح على الإيرانيين إنشاء مركز توزيع لبيع النفط بغير الدولار في إحدى الجزر في الخليج. والأمريكيون لا يحتملون أن يقف أحد في وجه الدولار، وأحد الذين وقفوا كان صدام حسين والآخر هو قائد الثورة الليبية معمر القذافي. رد موسكو لن يتأخر. العين بالعين والبادئ أظلم، هذا هو قانون روسيا في حربها ضد الغرب. فقد أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستحتكم لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، والذي ينص على الرد الجوابي حال أقدم الغرب على مصادرة الأصول الروسية. في سياق آخر علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف ساخرا على بيان كييف بشأن منع محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نسكي في بولندا، وقال من المرجح أن يكون هذا الدليل الأول على أن الغرب قد قرر القضاء عليه، فلتحذر أيها المهرج. من جهته صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن الغرب على بعد خطوة واحدة من إرسال قوات إلى أوكرانيا، مؤكدا أن هذا يمكن أن يجر أوروبا إلى الهوية. كما أعلن الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ أن الدول الأعضاء في الحلف وافقت على دعم أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية. هنا كشفت واشنطن عن سببين لتفوق روسيا في حرب أوكرانيا، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن خبراء إن روسيا ستنتصر في الصراع مع أوكرانيا بسبب تفوقها العددي في الجنود وقدرتها على تزويدهم بأسلحة ذات كفاءة عالية.